بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم. مساء النصر، مساء الانتصارات والمعجزات وتحقيق المستحيلات. الاهلي لا يعرف المستحيل، او المستحيل مش اهلاوي. قول زي ما انت عايز، قول كل كلمه انت عايز تقولها على النادي الاهلي وعلى تاريخه الكبير زي ما انت عايز. الاهلي فعلا اكبر الجميع على احترامه، وانه ان الاهلي قادر على المستحيلات وقاتل فرحة الخصوم باستمرار، سواء بقى على أرضه أو بر أرضه. هو ده النادي الأهلي، هو ده الثقة اللي موجودة عندنا من خلال وجودنا كلاعبين قبل كده، أو الجمهور لما خرجنا وبعدنا عن كرة القدم واشتغلنا في مجالاتنا الخاصة طبعا، أو مجالاتنا اللي موجودة مرتبطة بكرة القدم، ولكن ثقتنا دايما في الأهلي، ثقة جمهور الأهلي بلاعبته والجهاز الفني واللاعبين ومجلس إدارته كبيرة ولا حدود لها. هنا الناس، في ناس، بعض الناس اللي ممكن كانت تقول لا خلاص الأهلي بره، الاهلي يتعادل على ارضه قدام فريق كبير زي الترجي 2-2 الموضوع خلص خالص. لا، جمهور الاهلي وكل محب وكل واحد عنده ثقه في النادي دي، في النادي ده، اعتقد انه كان متاكد وبشكل كبير. حتى لما جه الجول فينا في هناك في تفرادس امبارح، لا كلنا كنا متاكدين ان الامور هتخلص بشكل جيد، لان الامور واضحه من البدايه ان في شكل للتيم، شكل اللي هم رايحين عشان هدف معين. حصل لخبطه وهدف دخل فيك نتيجه خطا، ولكن ما زال كان موجود جوه اللاعبين منظر ورؤيه وشكل الجماهير قبل السفر، ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، ان هم عايزين يفرحوهم، عايزين يبسطوهم بشكل كبير. عشان كده كان التحول في الشوط الثاني. انا عايز اقول لكم واتكلم معاكم، طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجمهور، مبروك للاعبين اللي بذلوا مجهود كبير جدا، مبروك لكابتن حسام البدري اللي بذل مجهود اكيد كبير مع اللاعبين، مبروك لكابتن حفيظ، الجهاز الفني بالكامل، كل دول يستحقوا التهنئه بشكل كبير، لان فعلا فرحونا امبارح كل المصريين. انا فعلا في مجموعه من اصدقاء الزملكاويين او اللي بيشجعوا نادي الزمالك سعداء بوصول النادي الاهلي للدور قبل النهائي. النقطه مش في كده بس، النقطه في ان انت لما بتلعب مباراه يمكن النسبه فيها قليله جدا في الفوز، او النسبه لمرحله التاهل بانك تتاهل بنسبه قليله، وتيجي تتاهل بفوز كبير على نادي كبير وعريق في الكره الافريقيه وشمال افريقيا، على في ارضه وسط جمهوره، والشكل المخيف اللي كان فيه استاد رادس من خلال جماهيره والتشجيع الشرس، اعتقد الامور كانت تستحق ان كل المصريين سواء بقى اهلاويه زملكاويه اسماعيلاويه، كل طوائف الشعب المصري يعني يفخروا بالنادي الاهلي اللي دايما هو صاحب السعاده للمصريين في كل حته. فبالتالي فعلا احنا سعداء، بنبارك طبعا لكل الاهلاويه وكل محبين النادي الاهلي، وزي ما احنا شفنا بعد الماتش وابل من التهنئه على السوشيال ميديا، على كل حته موجوده فيه، على التليفونات، على الواتساب، على كل حته، كل مكان في مصر امبارح كان سعيد. حتى النهارده طبعا انا واثق ان الجهاز الفني النهارده مدي راحه للاعبين، ولكن هيطوي هذه الصفحه ومستني طبعا المباراه القادمه، لان احنا برضو ما وصلناش لغايتنا، غايتنا هي الفوز بهذه البطوله والنجمه التاسعه في دوري ابطال افريقيا. انا يمكن عايز اتكلم عن المباراه، مباراة كانت كومبيتيشن او منافسة ما بين اتنين، اولا اللاعبين سواء الاهلي والترجي، وايضا ما بين اتنين مدربين مخضرمين بشكل كبير. ولكن يعني اكيد كابتن حسام البدري السيناريو اللي كان معمول ده او اللي احنا شفناه ده كان معمول، يعني حتى الهدف اللي جه فينا كنادي اهلي كان معمول حساب انه يحرز، ممكن الترجي يحرز فيك هدف في تونس، وده كان وضع طبيعي. ازاي تتعامل مع المباراه بعد احراز الهدف، هو ده شغل المدربين، هو ده شغل المدير الفني اللي انا بحيي كابتن حسام البدري عليه، وبشوف ان هو رجل المباراه، هو ومجموعه من اللاعبين فعلا رجاله. احنا لما كنا بنتكلم الاسابيع الماضيه وقعدنا نحلل، وان احنا ممكن الاهلي يحصل ايه ويتعامل ازاي مع المباراه، وهل الترجي هيهاجم ولا هيدافع، وهل الاهلي هيهاجم ولا هيدافع، اتكلمنا في كل حاجه خاصه بالمباراه، لكن كانت كلمه السر كانت موجوده مع الكابتن حسام البدري وتعامله مع المباراه بالشكل السليم اللي احنا شفناه. وشفنا طبعا تغييرات كانت في غايه الاهميه وكانت ليها كلمه السر في هذه المباراه، ولكن طبعا تفوق كابتن حسام البدري في المباراه على فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي خلى النهارده كلام كتير على وجود فوزي البنزرتي في هيكمل المشوار مع فريق الترجي ولا هيمشي. المباراه دي خلت حاجات كتير جدا
في فريق الترجي ممكن تتغير، سواء بقى لاعبين او مدير فني. فبالتالي تفوق كابتن حسام البدري بشوف ان هو راجل اشتغل بشكل جيد، باخلاص، بحب، وزي كلام كتير كان هو بيقوله قبل السفر وتصريحاته ان هو هدفه الاول والاخير هو اسعاد جمهور النادي الاهلي اللي جه ووقف جنبه وجنب لعبته بعد المباراه الاولى في اسكندريه. فبالتالي كان لازم اديله حقه ككابتن حسام بدري وتعامله في المباراه. ايضا لازم اللعيبه اللي كانت فعلا روح قتاليه عاليه، هي دي روح الفنانه الحمراء اللي محدش يعرف سرها غير اللي بيلعب ويبقى موجود داخل الملعب. اما نشوف علي معلول، علي معلول اللي هو المفروض مش من يعني مش متربي جوه النادي الاهلي، هو جاي من تونس وجاي بيلعب مع النادي الاهلي، ووجوده بالشكل القوي خصوصا في الشوط الثاني واحساسه بالمسؤوليه ان هو كان سبب عامه، يعني كل اللعيبه تبقى سبب في الهدف، احنا ما بنحملش حد، ولكن طبعا هو حس ان هو كان السبب في الهدف اللي احرز في النادي الاهلي. ولكن تحوله بالشكل الغريب والقوه واللي يبقى مساعد ان هو يجيب الهدف، اللي يبقى اسيست في الهدف الثاني ومحرز الهدف الاول، كان شيء رائع جدا. جونر اجاييه، حسام عاشور، كل اللاعبين بدايه من شريف اكرامي اللي كان واثق من خطاه داخل الملعب، داخل ال 18، وريح في وقت كبير جدا الفرقه في وقت كنا محتاجين ان هو فعلا يبقى واقف على رجله. لا، شريف اكرامي تعامل بشكل جيد جدا مع هذه المباراه. سعد سمير ومحمد نجيب، محمد نجيب اللي بقاله فتره ما بيلعبش بيجي راجل في الملعب، رامي ربيعه راجل في ملعب، حتى بقول لكم سعد سمير اللي ممكن يكون بره كان نفسه يكون موجود في المباراه دي، ولكن طبعا الاصابه، نتمنى طبعا انه يبقى موجود في المباراه القادمه. احمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السوليه، عبد الله السعيد، مؤمن، وليد سليمان، واخيرا وليد ازار، كلهم كانوا رجاله، كلهم. اما تشوف كم الجري اللي حصل امبارح في المباراه وحجمه ما حدش يتخيله يا جماعه، فعلا اللعيبه جريت كتير، وده ما بيجيش غير لما يكون في احساس بالمسؤوليه بشكل كبير جدا. حته الضغط على مدار المباراه كان اكثر من رائع، واعتقد ان الاهلي نجح في مهمته بشكل كبير نتيجه الشكل البدني بتاعه. احنا شفنا اللعيبه جريت كتير، وبالرغم من ذلك احنا رحنا لغايه اخر دقيقه بنهاجم فريق الترجي اللي وقع بدنيا. واعتقد ان كابتن حسام كان وجهه نظره ان في الثلث ساعه الاولى او الثلث ساعه الاخيره في المباراه الاولى فريق الترجي وقع، حته استغلال الجزئيه دي هناك بقى في تونس كانت مهمه جدا، واعتقد ان كابتن حسام نجح فيها طبعا مع انيس الشعلالي، مخطط احمال النادي الاهلي اللي بيقوم بدور رائع مع اللاعبين، خلى فريق النادي الاهلي واقف على رجله لاخر المباراه. اعتقد ان دي شيء مميز، ولكن في الاول وفي الاخر مبروك للنادي الاهلي، بنشكر كل واحد ساعد الفريق ان هو يبقى في حاله المباراة والحل اللي احنا شفناها في المباراة، بداية من سفير مصر في تونس المعالي السفير نبيل الحبشي. اعتقد ان كله قام بدور مهم جدا لان احنا نوصل بنتيجة مباراة لفوز وتأهل وحصولنا على بطاقة التأهل للدور قبل النهائي يا رب بأمر الله. نبقى سعداء باستمرار مع فريق النادي الاهلي ووجوده في نهاية أفريقيا وحصوله على هذه البطولة، لأن فعلا هي السعادة اللي بتبقى موجودة إن كل الأهلاوية زي ما أنتم شايفين كده، والله كل مصر مش أهلاوية بيبقوا سعداء بالشكل ده، اللي احنا نتمناه. وأعتقد إحساس اللاعبين بعد المباراة بالشكل اللي هم شافوه وفرحة الناس هتخلي المسؤولية تكبر عندهم، هتخلي المسؤولية تبقى موجودة بشكل أكثر، وده هو على طول هم فاهمين الليلة دي، فاهمين الوضع ده، ولكن طبعا فرحة الفوز بتحملهم مسؤولية أكبر. ولكن خليني أقول لكم إن العقدة كانت عندنا في وقت من الاوقات هو الشمال الافريقي، ما زال النادي الاهلي بقى هو اللي حول هذه العقده في سنين مضت، وحتى الان بتستمر هذه العقده للفرق التونسيه ان شاء الله. انا مش عايز طبعا اسبق، ولكن احنا عندنا مباراه بنشوفها بعد الساعه 7:30 هتبتدي مباراه النجم الساحلي واهلي طرابلس، وان شاء الله اللي هيكون موجود من الفرقتين هو اللي هيلاعب النادي الاهلي. لكن في الاول في الاخر احنا ثبتنا هذه العقده، ثبتنا هذه او هذا التفوق على الفرقه التونسيه، واكيد النادي الاهلي نادي كبير، وزي ما كنا بنقول قبل المباراه احنا الاهلي، احنا الاهلي، احنا فعلا نادي كبير، نادي يتعمل له حساب في اي حته في العالم. لعبنا ريال مدريد كسبناه زي ما بقول لكم، لعبنا فرق روما كسبناه، لعبنا فرق كتير جدا اوروبيه كان بيبقى شكلنا رائع، فعلا احنا من الانديه والفرق اللي لما تيجي تصنفها عالميا من افضل الفرق، سواء بقى في التاريخ او في حصول على بطولات او في اداء لما تلعب هذه الفرق. فبالتالي
احنا بنثبت ما زلنا ان احنا عقده بقى دلوقتي للفرق الاخرى. رادس زي ما كنا بنتكلم هو استاد مخيف، ولكن اثبتنا كمان ان احنا بره جوه احنا عندنا هدف هو الفوز. وكابتن حسام البدري لما اتكلم قبل المباراه الثانيه او المباراه امبارح قال ان المباراه سوف تحسم في تونس او في استاد رادس، كان عنده حق، كان عنده نظره، وهي دي نقطه لازم برضو ناخدها مع كابتن حسام البدري. ان كابتن حسام البدري بشكل كبير بقى عنده خبرات عاليه جدا في التعامل مع الاعلام، في فهمه للمباريات او استراتيجيته للمباراه كلها، ان لا المباراه شوطين، شوط كان في القاهره تعادل 2-2، ولكن الشوط الثاني هو الحسم، وفعلا حسمنا هذه الموقعة الصعبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي بفوز ثمين على فريق قوي وسط جمهوره وسط أرضه. لازم أتكلم على دور مجلس الإدارة ودور المهندس محمود طاهر وجوده في بعثة النادي الأهلي في هذا التوقيت، أعتقد شيء مهم. في ناس ممكن تقول لك الامور بالنسبه للنادي الاهلي ممكن تبقى رايحه جايه، ممكن يتغلب، ممكن يطلع بره البطوله، ولكن ثقه المهندس محمود طاهر في لعبته وفرقته، وده كان من خلال تصريحاته ومن خلال تحفيزه للاعبين ووجوده دايما باستمرار في فندق الاقامه وكلامه كتير مع اللاعبين، بيدل ان هو رجل صاحب مهمات صعبه، او يعني شيء مهم جدا لما يكون رئيس النادي في التوقيت ده موجود مع اللاعبين. اعتقد ان ده حاجه مهمه جدا وليس تطبيلا، ده شيء مهم جدا، وهي دي الاداره، ان انت بتشوف الفرقه او الوضع بالنسبه لك لفريق محتاج جزء معين معنوي من خلال طبعا وجود رئيس النادي معاك وهو ينفذه. ده توقيت سليم جدا لوجود المهندس محمود طاهر مع الفرقه في هذه المباراه الصعبه واللي كانت محتاجه كل الدعم، سواء بقى من مجلس اداره للاعبين، جمهور، محبين، كل ده مهم جدا. يعني اكيد البقاء في تونس برضو نقطه لازم نتكلم فيها، ضيق الوقت للمباراه القادمه. اعتقد ان كل حاجه كانت مترتبه، النادي الاهلي لو كان وصل ايه اللي هيحصل، فبالتالي الحمد لله احنا وصلنا. كابتن سعد حفيظ وكابتن حسام بدري كانوا متفقين على الجزئيه دي، ان في حاله وصول النادي الاهلي للدور قبل النهائي هيفضلوا في تونس، لان واضح ان احنا كنا هنلاعب فرقه من الفرقتين دي لو وصلنا، فبالتالي كانت كل حاجه مترتبه، كل حاجه متجهزه، ولكن طبعا كنا مستنيين نتيجه المباراه وربنا كرمنا بيها. فبالتالي وجود الاهلي في تونس اعتقد او بقائه في تونس ده شيء كان مميز وكان مهم وكان مترتب وكان حاجه مميزه، انك لو رجعت اللعيبه هنا مصر ورجعتهم تاني شيء طبعا هيبقى مرهق جدا للاعبين وانت داخل على مباراه قويه، هيبقى سواء بقى اهلي طرابلس او النجم الساحلي هتبقى حاجه مجهده وصعبه جدا لفريق النادي الاهلي وحتى التجهيزات نفسها. فبالتالي كامل التوفيق للفريق وقرار صائب لكابتن حسام وكابتن سيد عبد الحفيظ. عايز اقول لكم بقى السر لنجاحنا ونجاح النادي الاهلي من قديم الازل حتى الان وبالاخص امبارح بقى، هو حاجة مهمة جدا. قبل ما اروح واقول لكم ايه السر، لازم طبعا اعزي كابتن مصطفى عبدي، مصطفى عبده نجم مصر ونجم النادي الاهلي في وفاة زوجته، وايضا كابتن طارق مصطفى في وفاة والدته، اثنين من نجوم مصر، بنعزيهم طبعا والبقاء لله. اكمل بقى كلامي على جزئية السر الكبير لفوز النادي الاهلي على مدار العصور او مدار السنين اللي فاتت وبالاخص امبارح، لازم تشوفوه على الشاشة دلوقتي. كل اللي هيجي في نفس اللحظة.
للكابتن التتش وصالح سليم ورفعت الفناجيل.